للمرة الأولى أكبر تجمع سني تحتضنه أربيل، والغاية منه مناهضة الإرهاب والتطرف من خلال حشد التأييد العشائري لفكرة تشكيل قوات الحرس الوطني لتتولى حفظ الأمن في المحافظات السنية بعد زوال سيطرة مسلحي تنظيم الدولة. إننا نعيش اليوم تحدي الهوية والوجود والأرض، وعدونا هو الإرهاب المتمثل بداعش. أما الخلافات مع شركاء الوطن فهي مرتبطة بسياسات غمطت حقوق محافظاتنا، لذلك فليس صعباً الوصول إلى حلول وتفاهمات في احترام مبدأ التعايش والشراكة. المؤتمر تناول تجربة الصحوات على صعيد مناهضة التنظيمات الإرهابية، داعياً إلى تفادي تكرار تلك التجربة في رداء قوات الحرس الوطني، بل العمل على إزالة المسببات التي جعلت من المحافظات السنية حاضنة للإرهاب. المظلوم يجأر إلى 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 قادته وإلى سادته، فإن لم يجد ناصرا له فيبدأ بالتفكير في كيف ينصر نفسه ويخلص نفسه من هذا الظلم، فإن كان جاهلا وقع في التطرف المذموم، وإن كان عالما وقع في الموقف المحمود، وقلما يكون ذلك عندما يطنب الظلم. وأنتم تعلمون أن الحكام هم الذين ساموا شعوبهم قبل غيرهم من الظلم أنواع، حتى استخدموا الأجانب لحماية ممالكهم وعروشهم من ثورات الجياع إلى غيرها. مجدداً انقسم السنة إلى فريقين متقاطعين بشأن غايات هذا المؤتمر. الأول مؤيد له ويرى بأن على السنة بمختلف انتماءاتهم رص صفوفهم لمقارعة الإرهاب في مناطقهم، والثاني معارض ويرى بأن منظمي المؤتمر هم جزء من المعضلة التي يعاني منها العراق. يتطلع القائمون على هذا المؤتمر إلى رص صفوف السنة في العراق على المستويين الرسمي والعشائري، لكن ردود الأفعال المتمثلة بمقاطعة الكثيرين من رموز السنة توحي بأن المؤتمر قد لا يحقق أهدافه المنشودة. هو عزيز، سكاي نيوز عربية، أربيل.